بغيتي تصور فيديو، بغيتي تبارطاجي معنا شي حاجه كتعرفها، اولا بغيتي تعلمنا شي حاجه، عندك مشكل مع الكاميرا، شويه تخوف، شويه لو تخاك بطبيعه الحال، وتبع معنا الفيديو باش تولي ان شاء الله انت هو نجم الكاميرا. دير واحد ابوني، فعل زر الجرس. السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعينا ومتابعينا الاوفياء. اذا كيف ما سبق وضربنا معكم موعد اننا غنتكلموا في الفيديو ديال اليوم على كيفيه التحدث امام الكاميرا وشنو المشاكل والعوائق اللي كتواجهنا امام هذا الجهاز. هذا نبغي في البدايه نشكركم على التشجيع ديالكم والمؤازره والدعم ديالكم ليا، الدعم اللي جا من الناس اللي حتى هما عندهم بزاف ما يقولوا وما يعطيو ولكن تيحسموا من الكاميرا. اذا انا الفيديو درتو على قبلكم، فحتى نتوما الا كتعرفوا شي واحد اللي عنده ما يعطي وما يفيدنا وتيحسن قدام الكاميرا بارطاجيو مع هذه الفيديو. هذيك الكاميرا اللي عندك في التليفون ديالك واللي كنا كنستعملوها بكبيرنا وصغيرنا باش نصوروا فيديوهات اللي نبارطاجيهم على لي بروفيل ديالنا بيرسونيل، اولا باش نصور لهم دي فيديو اللي نشروهم في منصه من منصات التواصل الاجتماعي اللي كنشتغلوا عليها. الفيديوهات اللي تنشوفوا واللي ممكن حتى نتوما تبداو تصوروا بحالها عديده ومتنوعه، منها الفيديوهات التربويه، التوعويه، التعليميه، التثقيفيه، وكاين حتى الفيديوهات الرياضيه. التنوع ديال هاد الفيديوهات تيخلينا نفكروا في واحد المساله، ان كل فيديو عنده ناس او فئه مستهدفه به. ملي كنصوب الفيديو ديالي كيكون في بالي انني قاصد به واحد الفئه معينه او فئه عامه على حسب الموضوع. وباش نحطوا يدينا على الموضوع بشكل احسن، اشنو هي الكاميرا؟ الكاميرا هي واحد الاداه او وسيله تكنولوجيه، بغض النظر على انها في التليفون او لا في كاميرا احترافيه، فالدور ديالها فعال وكبير بزاف، بحيث ان الكاميرا بالصوره او الفيديو استطاعت انها تقلب موازين العالم في عده مناسبات. هادشي كامل معلم دارته الكاميرا طبعا، لان الكاميرا هذاك الجهاز البسيط الصغير اللي كتشوف فيه بين يديك، فهو جهاز كيلتقط وكيستقبل عديد من المعطيات والمعلومات على شكل صوره وصوت، وتيتم التخزين ديالها باش يشتغلوا عليها من بعد. وإلا كان بحال هكا راه القضيه سهله، زعما سهله وبزاف، لان الكاميرا ما كدير والو من غير انها تستقبل شنو عطيتيها من صوت وصوره، وانها ترسل هذاك الشيء اللي استقبلت على شكل فيديو. ولكن ملي القضيه بحال هكا، علاش هاد الارتباك وهاد الخوف كامل امام الكاميرا؟ اولا خصنا نعرفوا ان الارتباك اولا الخوف اللي ترتبنا ملي تنكونوا امام الكاميرا فهو ما نابعش من الكاميرا في حد ذاتها، انما عنده سبب اخر. اولا خصنا نعرفوا ان سبب الخوف او الارتباك اللي ممكن ينتابنا امام الكاميرا عنده اسباب عديده، ممكن يكون عدم تحضير، عدم استعداد، عدم الرغبه في انك تصوب فيديو، ولكن انه نسبه كبيره من هذه الاسباب متعلقه بالفئه المستهدفه، اي الناس اللي وجدتي لهم هذاك الفيديو او اللي كتوجد لهم الفيديو عندهم نسبه كبيره في سبب انك تكون مرتبك ومتخوف. علاش؟ لانه بكل بساطه تبقى عندك واحد التساؤل، كيفاش غادي تستقبل هذيك الفئه المستهدفه الفيديو ديالي؟ كيفاش غادي تستقبل الموضوع اللي طرحته عليها؟ كيفاش غادي يجيها اسلوب النقاش اللي هضرت به؟ كيفاش غادي يجيها الصوت، الديكور وما الى ذلك؟ هذا الشيء كله تيدور في بالك وانت كتصور، وهذه طبعا حاجه ايجابيه رغبه منك انك تصوب فيديو يليق بمستوى الفئه اللي انت متوجه لها بالفيديو ديالك. اذا كتلخيص بسيط، الكاميرا هي واحد الاداه او وسيله تكنولوجيه اللي كنصوروا بها دي فيديو، اللي كنستهدفوا بهم واحد الفئه من اجل واحد الغرض معين مقصود بهذاك الفيديو. وباش نكون عند حسن ظن الفئه المستهدفه والمتتبعين ديالي اللي مستهدفهم بالفيديو اللي كنوجد فيه، فخص يكون عندي واحد القواعد خصني نتبعها وواحد الاسس، وخص يكون في بالي ديما كيفاش نرضي هذيك الفئه المستهدفه اللي قصدها انا بالفيديو ديالي. اذا هنا غادي نتكلموا على اربعه ديال المراحل والقواعد الاساسيه: الفكره، السكريبت، التصوير، والمونتاج. اذا باش نحيد عليا واحد الورقه اللي ممكن تلعب ضدي، اول حاجه خصني نشتغل عليها الا وهي الفكره. الفكره اولا الموضوع هو الحموله اللي كنعطيها للكاميرا واللي كتستوعبها وكتستقبلها باش توصلها للفئه المستهدفه اللي موجه لها بالفيديو ديالي. اذا خصني نختار الموضوع اللي ممكن يكون موضوع الساعه، موضوع مجال التخصص ديالي، اولا موضوع بناء على طلب الجمهور والمتتبعين ديالك في المنصه اللي كتشتغل عليها. اذا هنا خص يكون عندي ضبط ديال الموضوع او الفكره اللي باغي نناقش مع المتتبعين ديالي ونوصلها لهم في الفيديو. اول خطوه باش تكتمل عندي الفكره هي عمليه البحث، البحث عن المعلومات ومعطيات اللي كتخص الموضوع اللي انا كنشتغل عليه او اللي بغيت نهضر عليه في الفيديو ديالي. ممكن يكون البحث عبر الانترنت، عبر كتب، او عبر سؤال للناس اللي مختصين في المجال او في الموضوع اللي بغيت نهضر عليه.
عملية البحث عملية مهمة جدا، اللي ممكن تختصر عليك العديد من هذه الآراء السلبية اللي ممكن تجيك من بعد من عند المشاهدين والمتتبعين ديالك، لأنه خصك تاخذها من كتب أو لا مواقع في الإنترنت أو لا من عند ناس أهل اختصاص في المجال اللي كتهضر عليه في الفيديو. ما يمكنش تاخذ معلومة أو لا معطيات من عند أي مكان وتنشرها للمتتبعين ديالك، لأن هذا غادي يخليك تفقد شوية المصداقية ديالك ويكون الرأي ديالهم سلبي، طبعا مع مراعاة الفئة المستهدفة بالفكرة ديالك والموضوع اللي كنت كتشتغل عليه. ثاني حاجة غنهضر عليها وهي سكريبت، الديتاي ديال الديتاي معلم ديال الفيديو ديالك، اللي هو واحد العملية بحال التخطيط ديال القلب ديال الإنسان. سكريبت اللي هو واحد النص تعطيك التفاصيل التفصيلية ديال شنو غادي يكون في الفيديو ثانية بثانية منذ البداية حتى النهاية ديالو. في سكريبت ممكن تعتمد على مقدمة وعرض وخاتمة، إنشاء وصافي، غير هو غادي يكون مصور ومسموع. خلال كتابتك للسكريبت خصك تراعي مجموعة من المعطيات، مثلا الترتب والتسلسل ديال الأفكار باش ما تشتتش الانتباه ديال المشاهد. هاد السكريبت يجاوب المشاهد ديالك والمتتبع للفيديو ديالك على أي سؤال تيدور في البال ديالو، تيخلي المشاهد يقول شنو غادي تقول أنت في الفيديو في هاد الثانية، وتيخلي يقول أشنو غادي نشوف أنا كمشاهد في هاد الثانية هاد، مع مراعاة عنصر التشويق للمشاهد وتخليه ديما يقول شنو غادي تقول في الثانية الجاية، وتخليه متشوق يسمع الفكرة الموالية اللي غادي تبغي توصل له. ثالث حاجة فضاء التصوير، ماشي الفضاء ديالنا كامل، مكان التصوير الداخلي هو أي بلاصة مغلقة ممكن تتم فيها عملية التصوير، الدار، المكتب، العمل، المدرسة، استوديو علاش لا. أما الفضاء الخارجي فهو أرض الله الواسعة، وكيف ما كنختاروا موضوع للفئة المستهدفة ديالنا فأكيد خصنا نختاروا مكان التصوير وفضاء التصوير حسب الموضوع. مثلا إلا هضرنا على الفلوج، ما يمكنش ندير فلوج وأنا في الدار، أو ما يمكنش نصور فيديو تعليمي وأنا جالس مثلا في قهوة، وسواء كان مكان التصوير مكان داخلي أو مكان خارجي فخصنا نردوا البال لمسألة مهمة ألا وهي الديكور اللي غادي نتكلموا عليه في فقرة جاية من بعد. الاستعداد الذهني والنفسي مسألة مهمة قبل ما نبدأ نصور الفيديو ديالي. عملية التصوير هي عبارة عن موعد غرامي إلا بغينا نقوله مع الكاميرا أو مع المتتبعين ديالك اللي كيتسناو أنك تصور واحد فيديو وتبارطاجيه معاهم، لأنك كتحاور وكتواصل معها باش توصل فكرة أو موضوع ديالك للجمهور اللي كيتسناك باش تلوح الفيديو. خلال هاد الموعد اللي عندك مع الكاميرا خصك تكون مركز ومركز مزيان، وهمك وبالك وتفكيرك الوحيد والأوحد هو على الموضوع اللي أنت كتشتغل عليه. نعزل على العالم الخارجي، نسى الخدمة، الدار، الكرة، نسى كل شيء. حاول قبل ما تبدأ تصور فيديو خذ واحد ربع ساعة تكلم مع راسك، فكر، خذ قهوة، حاول ما أمكن أنك تبعد على أي حاجة ممكن تخليك توتر أو تشتت التركيز ديالك. خلي التركيز ديالك كامل مع الكاميرا ديالك ومع الموضوع ومع المتتبعين اللي كيتسناو الفيديو ديالك. استرخيتي، دابا ندوزو للمعقول، مرحلة الإعداد التقني. إذا كنت غنصور في مكان داخلي أو مكان خارجي، مكان داخلي ما كاينش مشكل، المكان الخارجي خصني نتابع انني غادي ندي معايا جميع الادوات اللي غادي نحتاجها ونخدم بها اثناء عمليه التصوير، لانه الا نسيت شي حاجه او الا خسرت شي حاجه ضاع الفيديو معنا. اما اذا كان المكان داخلي حتى الا نسيتي شي حاجه غادي تلقاها موضره غير هنا ولا غير هنا. لا سيدي، ما خصهاش توضر، لانه خصك تجمع جميع الادوات اللي خصك تخدم بها قبل ما تبدا في عمليه الاعداد. هذه عمليه الاعداد كتخليك تدخل اكثر في الاجواء ديال التصوير. وطبيعة الحال ملي تنقولوا المعدات اول حاجه غتجي في بالنا هي الكاميرا. التليفون ديالي خصو يكون خاوي في الاسباس ديال ستوكاج ديالو باش ما يتحبسش التسجيل ديال الفيديو في مرحله من المراحل ديال التصوير. ما فيها باس الا مسحت الزجاجه ديال الكاميرا شي شويه شويه. نقاد الفضاء ديال الديكور اللي غادي نصور فيه بحال هو الدار ديالي اللي غادي يدخلوا عندي فيها المتتبعين والمشاهدين اللي غادي يشوفوا الفيديو، واكيد غادي يعطيو فيها الراي ديالهم. نحاول ناخذ واحد الزاويه او لا واحد الكادر او لا اطار ديال الصوره اللي يكون مناسب وملائم وتريح العين ديال المشاهد. وبطبيعه الحال نختار ديكور اللي يكون كيتماشى مع الموضوع اللي انا كنتكلم عليه، وممكن يعطي جماليه للصوره اللي غادي يشوفها المشاهد وتخلي عينه ترتاح اكثر. ولكن الا ما كانش الديكور عندي كيتماشى مع هذا الشيء هذا، نحاول ما امكن انه يكون مرتب وما يشتتش الانتباه ديال المشاهد باش يبقى بال المشاهد وتركيزه كله في الكلام اللي تنقوله أنا في الفيديو. رابع وآخر مرحلة وهي المونتاج. ما تسمعوش المونتاج تقولوا راها شي حاجة، المونتاج هو العملية ديال إلا بغينا نقوله البريكولاج أو الاستيكاج، اللي خلالها تنقوم بعملية قطع وإزالة ولصق المقاطع مع بعضها باش نشكلوا الصيغة النهائية اللي غادي يشوفوها المتتبعين والمشاهدين ديال الفيديو. خلال هذه العملية
ممكن نحيدوا الشوائب او الامور اللي بانت لنا وما عجبتناش في الفيديو، سواء على مستوى الصوت او على مستوى الصوره، واللي ممكن نديروا فيها حتى تاثيرات صوتيه وبصريه على الصوره ديالنا. هذه العمليه راه ممكن اي واحد فيكم يديرها فقط بابليكاسيون اللي ممكن يحملها من البلاي ستور في الهاتف ديالو. اذا بعد هذا الشيء كامل اللي قلنا ما غاديش نقول لك جبد لنا شنو عندك في هذاك الراس، لانني متاكد مليار في المئه انه كل واحد شاف الفيديو او لا شي واحد تنعرفوه عنده بزاف ما يقول وما يورينا، خصو فقط يدير رونديفو مع الكاميرا ديالو. بقى عليك الا توكل على الله. اما انا نقول لكم تبقوا على خير.